أيوة يا حبيبي، أنا ربيتهم أحلى تربية وعلمتهم وبحت عليهم، والآخر بيضربوني ويبهدلوني ومبهدليني جامد والله، أنا وبنتي وعاملين على نربات وعايزين ياكلوا حقي عشان واقفة معايا، ورجلي اتكسرت وقالوا أمنا ماتت قبل أبونا، وأبوهم كان بيغسل استندنا كفى معاه لحد ما مات، وما عملتش حاجة وحشة فيهم أبدا والله، ومديله 60,000 جنيه كنت نفسي أعمل عمرة ما عملتش واديتهم له، وقلت لا ابني ما يخف ويبقى كويس أحسن، وهو ما كانش عيان ولا أبوه حاجة عشان ياخدهم مني. والتانية اللي واخدة دبلون تجارة برضه بقت مبهدلاني وقللة الأدب، ومديها دبلون تجارة وأنا اللي معلماها، وجت اتخلت عني وما رجلي اتكسرت، بقول لها ده أنا رجلي اتكسرت يا شروق تعالي لي يا شروق، قالت لي أنا مش فاضية لحد وما بجيش لحد، وما سألتش عني. قالت لك كده؟ اه والله. قالت أنا مش فاضية لك والله، قالت لي أنا مش فاضية لك ولا بجيش، انت مش انت هتعيشي سنه ولا اتنين، انا مش هخسر واخواتي عشانك، انا مش هخسر اخواتي يعني عشانك. قالت لك انت مش هتعيشي سنه ولا اتنين، انا مش هخسر اخواتي، انا مش هخسر اخواتي بقالي عنك. متابعينا مشاهدينا جريده اهل مصر، معكم مراسلكم حسن حسين، وزي ما احنا شايفين احنا معانا قصه ماساويه جدا، احنا معانا الحاجه خيريه بتستغيث. تستغيث من ايه؟ من ولادها. ولادها بعد ما كبرتهم وربتهم اربع شباب بيتعدوا عليها، ثلاث شباب بيتعدوا عليها بالضرب. طبعا هي ما سكتتش وعملت محاضر ومشيت في الطريق القانوني، ولكن هم برضو ما سكتوش وبيستمروا في الاعتداء عليها. الحاجة خيرية قصة مأساوية كبيرة جدا، هتحكي لنا ازاي من البداية هي ربتهم وكبرتهم وهم غدروا بيها، ويا ريت اللي بنتكلم عنهم دول جيرانها او مثلا قرايبها، لا ده هم ولادها. لا دي ابوهم. حاجة معلش خلينا نحكي بقى من البداية. هل دلوقتي ولادك اللي انت بتستغيثي منهم دول زعلتيهم في حاجة قبل كده؟ عمري ما زعلتهم. ده انا كنت بذبح له كل واحد، كنت بقني طيور، كنت بذبح له كل واحد ديك واقفل عليهم واقعد يقعدوا ياكلوا، وما كنتش بعش عنهم حاجه والله، وكنت ببيع عليهم. طب ايه اللي يخلي ثلاث النسوان بتسلطهم؟ نسوانهم بتسلطهم، وابني التاني اللي من تحت الكبير بقى يسلط ولاده يتفوا عليا ويشتموني ويقل ادبهم عليا. يعني حتى بيقول لابنه طب هو مش خايف لبنته بناته ثلاث بنات مش خايف مثلا من بكره؟ يقول لهم لا، يقول لهم ده مره مجنونه بنت كلب تفوا عليها واشتموها وعصاطير. والله العظيم ده بيقول عليك انت كده. في حاجه توصلهم لكده؟ يعني في حاجه، في موقف يوصلهم لكده؟ والله ما زعلتهم ابدا. هو مهما كان مفيش مبرر. بصي، هو مهما كان مفيش مبرر ان ابن يتعدى على امه او يلقن ابنه بان هو يعني يغلط في جدته او الكلام ده، لكن احنا بنعرف منك يمكن ليهم سبب احنا مش واصلين له. والله ابدا. طيب والله ما زعلتهم ابدا. بعد ما اعتدوا عليكي رفعتي عليهم قضايا؟ بس لسه يعني ان شاء الله في الاجراءات، يعني ان هو يتنفذ عليهم احكام. خدت عليهم احكام؟ خدت على الكبير دي شهر. بسبب الاعتداء عليكي؟ بسبب الاعتداء عليك. وخدت على التاني اللي بيولاده بيشتموني دي شهر برضه. وان شاء الله يعني بتتمني ان هي يستجيب والاحكام دي تتنفذ. طب انت مش عايزه الحكم يتنفذ، بس عايزاهم يبعدوا عنك. يا ريت. مش مهم الحكم يتنفذ. بس يا ريت يبعدوا عني. طب انت خايفه تروحي؟ انت خايفه تروحي دلوقتي؟ بيبهدلوني والله. واحد منهم بيشرب وبيشرب مقدرات، ويمسك السكينه ويمسك البتاع دي ويقول لي هموتك يا بنت الكلب، ويقول لي من غير تحفظا على الاطفال. ويجيب البتاع يخبط نفسه بقى ويقول انتوا خبطتوني. طب احنا حريم، هنخبطه ازاي ولا نلمسه ازاي؟ الموضوع كبير جدا. ورش اخته بشطه، وقافل الباب. وقافل الباب علينا، مش عايزنا نخش البيت. البيت بتاعك انت ولا بتاع مين؟ بتاع بنتي.
بتاع بنتك. هما وخدوا البيت دوك، انا كان ليا شقه. هو انتوا مكانكم فين اصلا؟ البيت ده فين؟ في برشوم. برشوم دي طبعا محافظه ايه؟ توخ. توخ اليوبيه يعني. اليوبيه توخ. طبعا احنا عايزين نوجه استغاثه لكل من يرى الفيديو، سواء كان من الجهات المعنيه او الجهات المسؤوله، ان الحاجه خيريه يعتبر مش عارفه تروح بيتها، وواخده طبعا احكام على اولادها. هي كل مش عايزه حتى تنفذ الاحكام، مش مهم، هي في الاول وفي الاخر ام، ولكن هي عايزه اي حد يلحقها. يسيبوا اختهم، يسيبوا اختهم، يسيبوني ويسيبوا اختهم. هم بيعتدوا على اختهم برضو. بيعتدوا، يعني بيعتدوا عليكي وبيعتدوا على اختهم. مبهدل النانوية عشان احنا حارم ما عناش حد، واخوهم الصغير، واخوهم الصغير جاي يحش عننا، عملوا له محاضر، ومرات ابني عملت له محضر، وقالت ده خبطني، وهو والله ما لمسها، والله ثلاثة ما لمسها ولا جه ناحيتها. كلنا ولادك يا حاجة، وان شاء الله هتكون الجهات التنفيذية في يعني تنفيذ الحكم على الاولاد او على ابنائك، ولكن هي برضه في الاول وفي الاخر بتقول يعني يا ريت تحموني منهم. وبنتي وبنتي. وانتي برضه يا حاجه حاولي انك انتي تعملي محضر بعدم التعرض، ولو في اي حدث زي كده تاني ما تسكتيش، بلغي تاني وبلغي تالت. احنا دايما في ظهرك ان شاء الله، ومش هنسيبك باذن الله يا حاجه خيريه، ودايما متابعين معاكي. ماشي، الله يبارك لك. متابعينا مشاهدينا جريده اهل مصر، كان معكم مراسلكم حسن حسين والحاجه خيريه التابعه لمحافظه القليوبيه. احنا متبهدلين انا وبنتي قوي، والله متبهدلين قوي، ومعاه تلات عيال وروي وكرش وجوزه، يعني كمان كانوا السبب في ان هم يفصلوا. وراحوا، وابن الكبير راح لاهله قال له اختي مش كويسه، وهنروح نشهد معاك اللي هي ناشد، وخلاها ناشد وطلقها، ومش على ذمتك، ما تخليهاش على ذمتك. قال انا عمري مش هسيب اولادي. ربنا يا رب يصلح الحال ما بين الاخوات، وده طبعا في اخ يعمل كده في اخته، في اخ يعمل في اخته كده. لا، مفيش ابن يعمل كده في امه، يعمل في اخته في امه. لا، مفيش ابن يعمل كده في امه، ربنا يكون في عونك. ده انا كنت عايز اعمل عمره يا عن امك، كنت نفسي اعمل عمره، واديته الفلوس 60,000 جنيه. يعني هو دخل معاكي بحجه ان هو تعبان، خد ال 60,000 جنيه اللي كنت هتعملي بيهم عمره. والله العظيم صدق. وحرمت منها. يعني انت مش في 60,000 جنيه، ان شاء الله ربنا يكرمك وتعملي عمره ان شاء الله باذن الله، يكون في احد المسؤولين بيتفرجوا علينا او بيشاهدونا، وربنا يكتب لك العمره ان شاء الله على ايدك. ربنا يبارك. شكرا يا حاجه خيريه، واحنا معاكي ومتابعين. وشكرا متابعينا ومشاهدينا جريده اهل مصر، كان معكم مراسلكم حسن حسين. ربنا يبارك لك.